غير ميتشو. ماشي. ما كنتش متفائل بميتشو؟ ميتشو؟ لا ما كنتش متفائل بميتشو بعد مباراة بيراميدز اللي احنا قدناها بشكل كويس جدا نهاية الكاس وخدنا كاس مصر. بعدها تحس ان ميتشو مش مستقر على التشكيل. مش هقول لك بلغة الكورة يعني بيفت كتير. بمعنى اللي انت مش حاطط ايدك على التشكيل الاساسي بتاعك. في تغييرات كتيره بتحصل. في دروب في الاداء. النتائج مش كويسه. بس مع ان انا بقول لك انا كتامر عبد الحميد مش كان غريب يا كابتن تامر؟ يعني انت خدت الكاس كسبت بيراميدز باداء ونتيجه لازم تستمر على الاداء ده. ليه بقى غير وفاتها بلغه الكوره؟ مش عارف يا كريم بصراحه ايه السبب. يعني ما هو اكيد في سبب. انا راجل متابع وبعد ماتش بيراميدز انا قلت احنا معانا مدرب عبقري فعلا. وانا من نوعيه الناس اللي انا على طول في ظهر الجهاز الفني ايا كان. ماشي ايا كان. بس ولكن شامم في يعني نقطه هو التحول كويس ولا لا؟ في نقطه التحول كان في اخر مباراتين قلت لا لازم ميتشو يمشي. كان اخرها كان ماتش انبي. والله كنت شايف ان هو لازم قلت يمشي. كان لازم يمشي في الوقت ده لان انت في بناط بتضيع منك ملهاش اي لازمه. بتنافس على الدوري والبناط اللي انت بتضيع منك بتضيعك من الدوري بتبعدك من الدوري. فانت لازم كنت تعمل التغييره دي. وانا شايف كارترون مدرب كويس والاحسن كمان اللي سامي الشيشيني معاه والاحسن برضو امير معاه. يعني انا شايف جهاز فني متكامل. حلو.